تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، ضع علامة في أو إكس تحت الشكل الذي يمثل تناظرا محوريا. لدينا الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث. لمعرفة إن كان يمثل تناظرا محوريا، نضع المسطرة على هذا المستقيم ونرى. إذا رأينا جهة اليمين نفس الشكل جهة اليسار فإنه يمثل تناظرا محوريا. بالنسبة للشكل الأول نرى أن هذا الشكل نفسه هذا الشكل، إذن الرسم واحد هو محورا تناظريا. ننظر إلى الشكل الثاني جهة اليمين، ننظر إلى هذا الشكل وننظر إلى هذا الشكل، ماذا نلاحظ؟ أحسنتم، الشكلان مختلفان، إذن لا يمثل تناظرا محوريا. الرسم الثالث أو الشكل الثالث، نضع المسطرة على المستقيم، ها هو المستقيم، وننظر إلى الجهتين، نلاحظ أن الجهة اليمنى الشكل نلاحظ جيدا مع الشكل في الجهة اليسرى نفس الشكل، إذن هو عبارة يمثل تناظرا محوريا. التمرين الثاني، احسب ما يلي. لدينا 5 ضرب 100 زائد 9. 5 ضرب 100 تساوي، أحسنتم، 500 زائد 9. 500 زائد 9 تساوي 509. 509. 7 ضرب 100 زائد 8 ضرب 10. 7 ضرب 100 تساوي 700. يمكن أن نفككها، 700 زائد 8 ضرب 10 تساوي 80. 7 ضرب 100 تساوي 700، 8 ضرب 10 تساوي 80، المجموع يساوي 780. هنا كذلك 5 ضرب 100 تساوي 500 زائد 9 تساوي 509. هكا نفكك أحسن. نواصل، 9 ضرب 100 زائد 6 ضرب 10 زائد 2. 9 ضرب 100، أحسنتم، تساوي 900 زائد 6 ضرب 10 تساوي 60. نواصل، زائد 2 وتساوي 900 زائد 60 زائد 2 962. 6 ضرب 100 تساوي 600 زائد 7 ضرب 10 تساوي 70. بقية الثالثة زائد 7 وتساوي 600 زائد 70 زائد 7 677. التمرين الثالث، اكتب الجداءات التالية على شكل جمع تكراري. لدينا 9 ضرب 4، معنى 9 متكررة 4 مرات. 9 هذه الأولى زائد 9 زائد 9 زائد 9 4 مرات وتساوي 9 4 مرات وتساوي 9 في 4 أو 4 في 9 تساوي 36. نواصل، 3 ضرب 4، 3 متكررة 4 مرات. 3 مرة واحدة، مرتين، 3 مرات، 4 مرات. 3 4 مرات وتساوي 3 ضرب 4 12. نواصل، 8 ضرب 5، 8 متكررة 5 مرات. 1 2 3 4 5 مرات، 5 مرات 8 وتساوي 5 ضرب 8 40. كانت على شكل جداء، أرجعناها جمع تكراري وحسبنا النتيجة. التمرين الرابع، أتمم التحويلات التالية. لدينا 6350 غرام. لدينا 1000 غرام يساوي 1 كيلوغرام. 6350، هذه الستة 6000 معناه 6 كيلوغرام، ويبقى لنا 350 غرام.
هنا لدينا 8000. 8000 هي 8 كيلوغرام، ويبقى لنا 40. هنا 5000 غرام، 5000 غرام تساوي 5 كيلوغرام. 5 كيلوغرام لم يبقى لنا شيء، صفر، صفر غرام. نراجع، 6350 غرام تساوي 6 كيلوغرام و350 غرام، 8040 غرام تساوي 8 كيلوغرام والباقي 40 غرام، 5000 غرام تساوي 5 كيلوغرام ولم يبقى شيئا غرام. الثاني العكس، لدينا 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام، 3 كيلوغرام و 250 غرام، 3 كيلوغرام تساوي 3000 غرام، 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام، 3 كيلوغرام تساوي 3000 غرام، 3000 غرام و 250، 3000 و 250. 6 كيلوغرام تساوي 6000 غرام، معناه 6000 غرام و 50 غرام، 6000 غرام و 50 غرام، 6050. 2 كيلوغرام، لدينا 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام، 2 كيلوغرام تساوي أحسنتم 2000 غرام. نراجع، 3 كيلوغرام و 250، 3250، 6 كيلوغرام و 50 غرام، 6050، 2 كيلوغرام 2000 غرام. التمويل الخامس والأخير، اكتب المجاميع التالية على شكل جدار العكس. لدينا المجاميع نحولها إلى جدار، 3 مرات 9، 9 ضرب 3، 9 ضرب 3، 1 2 3. هنا لدينا 5 ضرب 1 2 3 4 تساوي 3 ضرب 9 27، 4 ضرب 5 أو 5 ضرب 4 تساوي أحسنتم 20. هنا 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6، 6 ضرب، ونحسب كم من مرة 6، 1 2 3 4 5، 6 ضرب 5 وتساوي أحسنتم 30. نواصل، 3 زائد 3 نكتب 3، كم من مرة 3؟ مرتين، ضرب 2 وتساوي أحسنتم 6. نراجع، 9 زائد 9 زائد 9 تساوي 9 في 3، 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 تساوي 5 في 4، 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 تساوي 6 ضرب 5، 3 زائد 3 3 ضرب 2. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.